نبدأ بأيام الصادق. مشحن سعر الفواكه لأن المنتج من الفياع صار أغلى من الذهب، لازم بالدرهم تنباع. بلعونا الوسطاء كل واحد منهم طماع، والخضرة بالعلالي والليرة صايبها طراب، والمستهلك ضحية قرفان العيش ومرتاح. بعضنا على الحاويات مثل هالمرة ما جاء، كل شي طاير صنح فوق زنبوط البصل يباع. فكونا من هالعيشة مليانة جوع وأوجاع، كانت العيشة ببلاش نشتري برطل وذراع، والفرن عماد البيت والقطع يعطي وجماع، طرحات مروج ومماوى روضاتي طخوا المقلاع، وسفات إشراك ملوح، وشعوا بقالب ذراع، وقراص العيد بتلمع بتحويجي عدة أنواع، قزحة وتمسم والمحلب أصلي أصلي من البياع، مطوطة بحليب العاج والسمنة الحرة إشباع، ومرنخة وهي تلطم البدها وعلي المكواع، الخبز البلدي يا مشكاه مع بي كبير وفرقاع، وبركة الله وخيراته تقلى أيام الصاع، القصيدة الثانية يعني أكل شوية بتيجي، اللي هي شجرة الزيتون. استلموها الغشم، بلشوا كسروا بها الشواريط، أخذوها بفصة مرة على الوزن ومرة مقاطعة ومرة مقاومة. كيف وضع الزيتون يعني؟ كيف عمرها؟ كيف تعب عليها صاحبها؟ مش مهم، المهم وزن يأخذ مترياته وخلص. شجرة الزيتون تحكي وتحكي. سولف عن هذا الدكتور، كنت أنا قبل الرومان عايش بعز وأمان، وعمري ما له تحديد، قديم وقبل الطوفان، محشومة ومش مهيوم، محشومة ومش مهيونة، وعرفوا فايدة السكان وحطوني على عملتهم ورسموني على الجدران، أصحابي اهتموا بي وكنت عليهم رضيان، بعطي الخير بحنية وبغزارة لها الإنسان، مع الطير وأعشاشه وظلي أيضا مستكان. عند الزيت بأثماري ما أفيد للأبدان، زيتي شافي وبداوي بتناولوه بطمئنان، صابوني أنقى صابون، وجفتي بدف البردان، وتنوعت أشجاري وتوزعت بالبلدان بعمر فوق الألفين، مع التينة بالقرآن، وأثماري مقبلات بتنحط بأي مكان. كل نور وفوائد وأخشابي فيها الحنان، وصنعوا منها تحف وتفاخر فيها الفنان. عطائي يعتمد كثير على الرعاية والأمان، بالخدمة والاحترام تزدهر عندي الأفنان، دائمت الخضرة وحلوة بعيش بأي مكان. أنا الثروة القومية بنتج آلاف الأطنان، وإلي كتب ومختصين ومعارض ذاتي عنوان، بتجارب زراعية إلي مكان وحسبان، وطوروني بالتصنيع وصدروا الفائض زمان، وفرازاتي بتتطور وكل نقلي فيها بدان. لكني صرت اتراجع، هانوني الغشم الوان، اولهم الوافدين هم الجنرال لجنان، ضربوني بشواريط وكسروا مني الاغصان، ببكي ودموعي مزراب مظلومه بلا حلقان، بهدلوني عند الفرط وحتوا اوراق الهبلان، ولموا اثماري عجره طمعهم بغل الاثمان، اصحابي فلوا عني ولبسوا الاجراف بعمان. صاروا يعطوني فرصة وتعدى علي الحيوان، ومنظري صار مبهدل، رضيوني اني انهان، داروا ظهرهم عني، يا ترى مين الخسران وانا مثلهم كمان. القصيدة الثالثة الفلاح ومحراته، كنا بالاستقبال بالافتتاح قسم بسيط، بس قبل ما بدنا نزرع قبل ما هذا لازم نفلح ونحرص، فقطع العود كان يجيبها من الحرش، فكان ابوي انا طواف حراش، وكان بعدين حرر غرامات
اللي بيطلعوا ذهرات، مع انه الفلاح بيبيعوا باي طريقه يعني. فكانوا يجيبوا هالقطع اللي بدنا نذكرها هسه في قسم بجوز انه بعده مدفون، بس انا بقول بالبدايه ظليت انبش بالمدفون واصنع تراث اجدادي واتفاخر بهم كل يوم واخبر عنهم اولادي كافحوا حتى الممات، عرضهم روى بلادي رفقتهم رفقه الاسباع ولا واحد حيادي، الله يرحمهم رحمات هم وزادي وجوادي والقيم معهم ماتت، هالعيشة مش أمراضي من ديرتي من ديرتهم نفحاتي، يا مازن مرزي هات وتهدي حتى نجدد قعدتنا ومعنا عيسى المقدادي عن الجمع والزيتون وخير التل والوادي، نايف أخوي بالرضا يا نايف أمك تمام على صفحة أمي بتنادي هاتي بنت اشترضعها مثلها مثل ولادي. الفلاح ومحراته الشرعة فاقت في التفكير بدري مع العصافير وقالت بدها تعاون يلا يا حرب النير، ما بتعرف انه الفلاح متعود على التفكير سن السلشي والعبوة اجى حرات الحواكير وعذب الارض بالكامل حتى وصل الدواقير وحضر بلعات ومصفات ذكر مع ناطح كبير ومعهن بركو جرارة وربك كدانة وربك ومرير وكابوسي مع المنساس مع زبر مسمار صغير وظبط كدانات جداد وبطنها بخلق حرير جدد خرجه ومبذلته وحضر طفل شي خاطير. ما انشطوا هالفلاح بناموا بصحى بكير دوما بنصح اولاده شوفوا الصحه كيف بتصير احنا اساس الانتاج يا ابنائي شدوا الحيل الارض رزقه ما بتطير الارض رزقه ما بتطير وبغرس فيهم النشاط ناتجنا بالقناطير الارض تبرو عزوه حكالي جدي الضرير لا تتركك ازرعها ري وعفير احنا اساس الانتاج كوارة وفرن ودحامير ريحتهم بتشد الحيل ومنظرهم بده تصوير بالمنزل المليانه مبديه بقصل شعير ومنقشه ومركومه بمخلبه لتطوير هو الزوجة ايد بيد هالحياة بدها تشمير الرجل ضلع وحصاد عالزوجة القاط وتغمير الزلمة جنة وفرحان المرأة عليها التعمير العيشة كانت كد بجد ورحمة الله وخير كثير اللقمة كانت مرية بشهية ناكل ونغير والنومة كانت هنية بعد التعب هز سرير ما احنا مياتك يا بير بنزمهن حرف وتدبير ننشل منك ونطرقع دلو العجل والجنزير ونوقع بالركاده خطفنا بحبل مرير هنيالك يا فلاح سيد نفسك يا امير كل شي صحي ورخيص بلا هموم الفواتير شو بدك احسن من هيك همك طاير والتفكير تفطر على الزاغيات وتتعشى على المكان قصيدة بسيطة من مساوية البهنة شايف لك علة فاتورة المية، مية وهواء. لا مش فايدة، بيجي الجابي باخذ القراد ونقلها الكمبيوتر تطلع فاتورة بصير يبالغ. شايف لك عقل شوي خف. طبعا الشعر هذا يغنى. شايف لك عقل شوي من فاتورة المية وأعصابي مشدود كثير محروقة من دورمية. من فاتورة المية وأعصابي مشدود كثير محروقة من الدرمية يخرب بيتك يا عداد طاير والهد شوية أعصابي محروقة كثير من الدرمية ما صرفنا هالقد شو صابتنا جنية الفاتورة منفوخة دفعتها فجائية شايف نقطتها أقول عوفتنا ذرية صرنا نخرج من مرة عبدت الحنفية دق المسلس والصبة دق بنحمس والصبة يا بطة على المية صرنا نهضر بالمرأة عبدة الحنفية دق المحبس والصبة يا بطة على المية بدي طبش الساعة دق المحبس والصبة يا بطة على المية يخرب بيتك يا عداد طاير والهد شوية بدي طبش الساعة واحفر بيري بإيدي وارجع أمالي الجرة ودور النشل علي
الراتب ما بكفي، ما حدا بيفزع علي، كله من دقيت عمك من غطش مرة ومية ما في فكر. يلا ها زادت المديونية، يخرب بيتك يا عداد، طاير والهد شوية، شايف لك عقل شوية من فاتورة المية. راجعنا السلطة فيها بدال البلدية، قالوا قدم اعتراض والتعرف الكمية بالإضافة للرسوم والطوابع مالية بعد مدة طويلة وصلون الهمشرية، أخذوا الساعة رفعت ضعف 100%. ترتضرب على صباحي وفرفك بيدي، ترتضرب على صباحي وفرفك بيدي، راقبت الساعة مرة والهوى بالبخية، فاتت الساعة مرة والهوى بالبخية، فات الفوكي هالمرة وسوت هالدوخية، راقبت الساعة مرة والهوى بالبخية، اسقط قلبت العلة بعد ما كلت الهية، اسقط قلبت العلة بعد ما كلت الهية، فات الفوكي هالمرة وسوت هالدوخية، خايفك ينفخ أكثر نفخة كبيرة وقوية ويسرع الفراشات ويألف سيمفونية، خايفنا كيف لك ننط نطاته الأولية ونبدأ نباطح بالسلطة وترجع لنا البلية. سألنا السلطة عنه اللي هو الهوى، جاوبونا الفنية بدل المحبس مسكين اللي هو دراعه أحمر تبع البخار، بتمنع الحرامية اللي هو الهوى، لكن هذا الحرامي قلدنا له الديمقراطية، فزعنا كل العيلة وتداورنا الوردية، صرنا نسولف لهالناس عن فزعتنا القوية، حملنا شعار اليوم كلنا انتحاري. واحد